مسابقة كأس ملك إسبانيا عندما يستقبل أتلتيك بلباو في إياب الدور الثمن النهائي. وتتزامن هذه القمة مع وضعية معقدة يعيشها فريق لويس إنريكي الذي لم يجد حلا آخر سوى توضيح رأيه بخصوص التحكيم وتخلف لاعبيه عن حفل زيورخ. مراسلنا أشرف بن عياد يلخص لنا كل هذا في سياق التقرير التالي. نزيف للنقاط على صعيد الليغا، لاعب يقاتل لوحده في وجه التحكيم، رئيس ينوب عن 4 نجوم في حفل الفيفا وإمكانية توقف المسيرة في مسابقة الكأس. نعم، برشلونة لا يعيش أفضل أيامه، بما أن الشكوك تملأ البيت الكتالوني منذ أيام كثيرة. إخماد كل هذه النيران يمر أولا عبر إقصاء أتلتيك بلباو هذا الأربعاء بعد التعثر في ذهاب سان ماميس. داخل هذه القاعة أجبر المدرب لويس إنريكي على مواجهة الصحفيين وسط جدل واسع يحيط بالنادي. في البداية لا يتفق تماما مع جيرارد بيكي. أسهل شيء هو الشكوى والبكاء وقول أشياء معينة، والأمر الأصعب هو التشبث بحماية وإفادة كرة القدم واللاعبين والفريق. هناك ضجيج خارجي يحاول إلحاق الضرر بك، لكنني لا أسمع أي شيء، وموقف النادي والمدرب لا غبار عليه. ما يقوله بيكي يبقى رأيه الخاص، إنه لاعب ناضج وكل واحد يعرف ما يقوله وما يجب عليه قوله. كم يتمنى برشلونة استعادة ثقة أمام أسود الباسك، خصوصا وأن بلوغ ربع نهائي الكأس من شأنه أن يعيد نوعا من الهدوء. من أجل ذلك قرر الرباعي ميسي وسواريس وإنيستا وبيكي التركيز فقط على موعد الكامب نو بدلا من السفر إلى مدينة زيورخ. في هذه الحالة أساند قرار اللاعبين بنسبة 100%، وأعتقد أن الجانب الرياضي يبقى أهم من أي شيء آخر. أما وجود انتقادات بهذا الشأن فيدخل في إطار السوق التي نتحرك فيها. برشلونة أمام طريقين، تأكيد الأزمة أو إيجاد فرصة للتنافس بعد أيام كثرت فيها الانتقادات وتراجعت خلالها كمية الإشادات. أشرف بن عياد، بي سبورتس، برشلونة.